بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو لدينا تمرين الثانية ثانوي يحتوي على القيمة المطلقة. هذا يحتوي على القيمة المطلقة سي اف والتمثيل البياني للدالة العددية اف معرفة على ار كما يلي: ان اف اكس يساوي 2 اكس اس 3 ناقص 3 اكس اس 2 زائد 1 في نفس المعلم. مثل بيانيا دالتين اف 1 واف 2 المعرفتين كما يلي: اف 1 واف 2 بهذا الشكل مع شرح طريقة تمثيل المنحنيين. الان غادي نحاول باش نرسم لكم هذه، مع ان السنه الثانيه ثانوي مع ان السنه الثانيه ثانوي ما عندهمش ما يقدوش يرسموا، لان النهايات ما قراوهمش، لانهم النهايات مازال لم يدرسوهم. ولكن سوف احاول الرسم من انطلاقا من جدول التغيرات باش نرسمو، باش نقدروا نرسمو هاد الاف 1 واف 2 فقط. غادي نحاولوا نرسموها، نجيب نحسبوا المشتقه، ندرسوا اتجاه تغيرات المشتقه، ومن بعد نحاولوا نرسموا هذه الداله ونرسموها ونوجدوا الداله اف 1 واف 2 فقط. لذلك الرسم الاول للداله هذه، الرسم الاول تابعوني جيدا، واحد الامور مازال ما قريتوهمش، ولكن انا الهدف نتاعي ماشي باش تعرفوا ترسموا هذه، وانما باش تعرفوا كيفاش تخدموا اف 1 بالقيمه المطلقه واف 2 بالقيمه المطلقه فقط. الان سوف نبدا مع الداله. هذه هي الداله اللي عطوها لنا، تابعوني جيدا. الداله عطاو لنا اف لاكس يساوي 2 اكس اس 3 ناقص 3 اكس اس 2 زائد 1، هذه معرفه على ار. معناتها واش ندير؟ اولا نحسب اتجاه تغيرات الداله، ندرس اتجاه تغيرات الداله، دراسه اتجاه تغيرات الداله فقط، دراسه اتجاه تغيرات الداله. الان سوف نقوم بدراسه اتجاه تغيرات الداله، حساب المشتقه، حساب المشتقه، المشتق باش نقدروا نرسمو خصنا ندرسو اتجاه تغيرات الداله. الان لحساب المشتقه، مشتقه اف فتحه اكس، اف فتحه لاكس، اف فتحه لاكس ماذا تساوي؟ الامور سهله جدا، الامور سهله جدا. كيف يتحسب المشتقه؟ تساوي عندنا هذه ناقص هذه ناقص هذه، عندك اكس اس 3، غادي نشتق لكم 2 اكس اس 3. تابعوا جيدا، المشتقه نتاع هذه ماذا تساوي؟ تساوي هاد 3 تهود لتحت، تسمى تولي 3 في 2 اكس اس، هذه 3 ناقص 1، 3 ناقص 1 هكذا. هذه هي المشتقه تاع الاس. راجعوا درس المشتقة ندير فيديو فيه شامل، يساوي 6 اكس اس 2. معناتها هذه هي الطريقة، هذه الطريقة لدراسة المشتقة. الآن تابعوني جيدا، ماذا سنفعل؟ ماذا تساوي؟ تساوي 6 هكذا، 6 اكس اس 2 ناقص هاد 2 تهود، عاودك 2 تهود تولي ناقص 2 في 3 اكس اس 2 ناقص 1 زائد 1. ماذا تساوي؟ ماذا تساوي؟ تساوي 6 اكس اس 2 ناقص 6 اكس. بون هنايا زائد 1 ما توليناش، خاطر المشتقه تذهب هنا، عفوا ما نكتبوش كاع زائد 1، لان المشتقه تاع عدد هي الصفر، مشتقة عدد هي الصفر زائد الصفر. الآن ماذا؟ هذه المشتقة. الآن حساب المشتقة، الآن ندرس المشتقة، يلا ندرس المشتقة، فين تنعدم و أين تنعدم المشتقة؟ تابعوني جيدا، ندير المشتقة تساوي الصفر، المشتقة تساوي الصفر، معناتها 6 إكس أس 2 ناقص 6 إكس تساوي الصفر. نحل هذه المعادلة ونشوفوها، تابعوا جيدا، نخرجوا الاكس كعامل مشترك، هنا معادل من درجة الثانية، ولكن ماشي من الشكل ا اكس زائد بي اكس زائد سي، ما عندناش سي، معناتها نقدروا نحلوا، نجبدوا 6 اكس كعامل مشترك، واش تبقى لنا لداخل؟ تبقى لنا اكس ناقص ماذا؟ واحد هكذا تساوي الصفر فقط. الآن تابعوني جيدا، ماذا نفعل؟ عندنا ضرب دالتين، معناتها حدين 6 اكس تساوي الصفر او اكس ناقص 1 يساوي الصفر فقط. هذه هي الفكره. من بعد
نقوم بالحل بحل هذه المعادلتين، معناتها x تساوي الصفر أو x تساوي ناقص واحد يمشي بجهة الأخرى يصبح واحد. حلين، عفوا تابعوا جيدا. الآن تحصلت على حلين، الحل الأول والحل الثاني، معناتها الدالة تقبل حلين، الحل الأول والحل الثاني. الآن تابعوني جيدا، تابعوا جيدا ماذا سنفعل الآن. نرسم الآن جدول التغيرات، فيه جدول الإشارة وجدول التغيرات. الآن لنقوم برسم الجدول، تابعوا معي جدول الإشارة. نبدأ بجدول الإشارة، جدول الإشارة، جدول الإشارة، جدول الإشارة، تابعوا جيدا. فيه المشتق، غادي ندخل فيه غير المشتق. تابعوا جيدا، عندنا حلين هكذا، حلين، تابعوا جيدا. الآن x ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، الحلين هما الصفر والواحد، انعدمت لنا في الصفر وانعدمت لنا في الواحد. هذه هي A فتحة ل x داخل الجدرين عكس إشارة A، إشارة A هنا موجبة معناتها عكس، وخارج جدري نفس. هذه هي جدول الإشارة. الآن جدول التغيرات، جدول التغيرات، التغيرات معناتها واش ندخل فيه؟ ندخل فيه الدالة اللي عندي اف لإكس، دالة اف لإكس. هذا الدرس راني دايره، راني داير واحد التمرين شامل فيه كيفاش نجبدوا جدول الإشارة وجدول التغيرات وما معنى بالمشتقة، يمكنكم أن تشاهدوا فسوف تفهمون كل شيء. هنا إكس، هنا اف لإكس، اف ل اف فتحة لإكس، هنا ناقص ما لا نهاية، هنا زائد ما لا نهاية، وش عندنا؟ الحلين تاع المشتقة، ها هو حلين المشتقة، ومجموعة التعريف هنا من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية، هنا مجموعة التعريف. تابعوني جيدا الآن، الحلين هما صفر وواحد، مشتقة انعدمت لنا هنا وهنا، عكس الداخل ونفس على برا، هكذا، معنتها وهنا تجي اف لإكس، هذه هي الدالة اف لإكس، معنتها هنا اف لإكس كي دايرة متزايدة، وهنا متناقصة، وهنا متزايدة، فقط هذه هي. الآن هذه القيمة الحدية، القيمة الحدية هنا، القيمة الحدية هنا، والقيمة الحدية السفلى هنا، العظمى هنا والسفلى هنا، معنتها هنا تطلع الدالة غادي تبقى طالعة طالعة كي توصل هنا تهود، عاودك كي هنايا عاودك تطلع. هكذا معناتها في الصفر كي نعطي لها الصفر كم تساوي الداله، كي نمدوا الداله الصفر هنا صفر وهنا صفر، معناتها تساوي واحد، اف لي صفر تساوي واحد، معناتها اف لي صفر يساوي الواحد، هنا تساوي الواحد، تسمى كي نمدوا لها صفر تعطينا واحد. الان كي نمدوا لها واحد، هادو باش نحسبوا القيمه الحديه، القيمه الحديه معناتها كل مشتقة تكون تساوي الصفر كي تكون الآن وكي تكون تساوي الصفر وتكون تساوي الواحد، عندما تنعدي من المشتقة. الآن نعطيه لها كم؟ نعطيه لها واحد، نعطيه واحد، معناتها نحسب اف لواحد، ماذا تساوي اف لواحد؟ معناتها 2 في 1 أس 3 ناقص 3 في 1 أس 2 زائد 1، معناتها راكو تشوفوا راني نعوض في الدالة الأولى اللي عندي، في الدالة الأولى هذه باش نعرف في الدالة، خاطر هادو إكس، هذا x وهذا y، هذه f ل x، هذه هي اللي هتطلع وتهود، و x تبدل على هذه، نمد x باش نجبر y، هاكا نمد x، هادو x باش نجبر y، نشوف الصور نتاع هادو. الان ماذا تساوي؟ 2 في 1 2 ناقص 3 في 1 3 زائد 1، 2 ناقص 3 كم؟ ناقص 1 زائد 1 تساوي الصفر، معناتها هنا الصفر، هكذا. هذه هي، هذا هو جدول التغيرات. جدول التغيرات معناتها الداله كيفاش تجي دايره، تابعوني جيدا، تابعوا، غادي نرسم لكم هنا على شكل معلم صغير ونشوفوا الداله كيفاش تجي دايره، تابعوا جيدا. مثلا هنا عندي واحد، وهنا اثنان، وهنا ثلاثه، وهنا اربعه، هكذا، هنا ناقص واحد، وهنا ناقص اثنين، وهنا ناقص ثلاثه، هنا واحد، وهنا اثنان، وهنا ثلاثة، عاودك ناقص واحد، ناقص اثنان،
ناقص 3 تتابعوني جيدا. الداله كشرها جايه هنايا عليها قلت لكم ما تقدوش ترسموا الخط راه هنايا ما نقدش وش ما نقدش ندير ما نقدش نجبد النهايه هنا النهايه عندنا ناقص ما لينها شحال تعطيني ما نقدش نجبدها هذه عليها قلت لكم باللي ما تقدوش ترسموا ولكن غادي نقول لكم فقط منا كي تجي دايره ناقص ما لا نهائي اكراك تكون طالعه منا هكا تكون طالعه حتى لواحد ورا الواحد نمشي وش ندير نمشي نجيب القيم العظمى القيم العظمى كيما الصفر الصفر شحال عطاتني واحد هذه القيمه الحديه نمشي نعينها هي الاولى اكس تساوي الصفر هنا اكس تساوي الصفر اكراك شحال تكون تساوي واحد معناتها هنا الدروه هنا الداله راه غادي دير هاك زيد القيمة السفلى السفلى عطيت لها واحد شحال عطاتني صفر اكس واحد اكس عطيت لها واحد اكس واحد اكراك شحال عطاتني صفر هنا اكس واحد اكراك عطاتني صفر معناتها هنا غادي تجي دايره هاك هكذا وتجي طالعة من ناقص ما لا نهاية اكس ناقص ما لا نهاية من اكس ناقص ما لا نهاية وهنا إيكراك ناقص ما لا نهاية وهنا إكس زائد ما لا نهاية وهنا إيكراك زائد ما لا نهاية معنتها الدالة كيش تجي دايرة الدالة تأتي من هنا هكذا تطلع كي من هكا تابعوا جيدا هكذا وتذهب هنا دروة هكذا ومن هنا تطلع زائد ما لا نهاية مباشرة إلى زائد هكذا هذا هو رسم الدالة هذا الرسم تاع الدالة هنا بما ان التمرين طلب منا باش نجبدوا القيمة المطلقة هذا وريت لكم بصفة عامة دوك تزيدوا تعمقوا فيه ولكن هذا هنايا علاش ما بداتش منا ولا ما بداتش منا ولا ما مشاتش مناي ولا ما مشاتش هاك ومشات هاك هذا مخصوص بالنهايات نتاع هذه مازال ما درستوهاش عندما تدرسونها سوف ياتيكم الامر سهل ولكن هذه هي الفكرة انايا ما بغيتش نجيب لكم الرسم مباشرة باش نوريكم طريقة سهلة او بابسط ما يمكن كيفاش نرسم هما الرسم ها هو هذا هو الرسم الصحيح هذا هو الرسم اف لإكس هذا هو الرسم اف لإكس بهذه الطريقة نمهم يعطيو لكم هذا الرسم ومن بعد تجبدوا منه تاع القيمة المطلقة الان تابعوني جيدا لا علينا نذهب بهذا الرسم لكي نعرف كيف نجيب على الأسئلة الأخرى تابعوا جيدا الآن نذهب هنا نمسح هذا الرسم الذي رسمناه أنا ما بغيش نجيب لكم الرسم مباشرة ونحطه تقول لي مين جبت هذا الرسم وكيش رسمتوه هو ما عطيناش في التمرين أوريت لكم نورمال ويعطوه لكم أنا أوريته لكم كيفاش يرسموه بطريقة مبسطة الآن تابعوني جيدا إلى الفكرة تابعوا الآن هذا هو الرسم الآن تابعوا جيدا ماذا قالوا لنا في التمرين ماذا قالوا لنا قال لك جبد اف تحالي واحد اف واحد واف اثنين معناتها طلبوا منا هاد الدالتين باش نرسموهم هاد الدالتين باش نرسمهم تابعوني جيدا كيفية الإنشاء باش نتخلصوا من القيمة المطلقة تابعوا جيدا الآن هاد الدالتين تابعوا جيدا كيفية الإنشاء تابعوني جيدا أنا ندرس اتجاه تغيرات الدالة الأولى نبديو بأف واحد كي نبديو بأف واحد هذه أف واحد الآن ماذا سنفعل كي نبدي بأف واحد قلت القيمة المطلقة وراها برا كي تكون القيمة المطلقة برا معناتها هنا هكذا هنا في هذا المكان معناتها ماذا كي تكون القيمة المطلقة هنا معناتها دالة كل شيء هنا القيمة المطلقة معناتها قاع مش سالبي واللي موجب معناتها على محور كي تشوفوا تابعوا جيدا كي تشوفوا القيمة المطلقة هنايا معناتها كاع السالب واللي موجب بالنسبة إلى محور الفواصل معناتها هنا غير هنايا الموجب هاك نشوفها كي تشوفوا القيمة المطلقة برا على برا معناتها الموجب السالب واللي موجب تابعوا جيدا هنا هاي الدالة هذه الدالة اللي عندنا هنا هكذا راها
راها في القيمة الموجبة في الموجبة في الموجبة في الموجبة في الموجبة في الموجبة. يقول لك شراك تعرف موجبة معناتها هادو قال لي منا موجب 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 كل شيء هادو موجب خطرهم فوق إكس هم أني نشوفها كي دائما دائما كانت لكم قيمة مطلقة برا معناتها شوف ديركس كيما من هاك ما تشوفش هاك. هذه هي الفكرة تابعوني جيدا. بقات لنا في هاد الجهة هاد الجهة خصها تكون تطلع راها سالبة القيمة المطلقة ما تقبلش القيمة السالبة معناتها واش خصني نطلعها معناتها كل نقطة ندير لها نظيرة نتاعها كل نقطة تطلع لفوق مثلا هاد النقطة تطلع لفوق هكذا هنا تصبح لدينا النقطة هنا مثلا هاد النقطة تطلع تصبح هنا هكذا كل النقاط معناتها الدالة تصبح هنا تطلع هكذا عفوا هكذا تصبح الدالة هنا تطلع هكذا بطريقة صحيحة وهي هكذا هكذا بهذه الطريقة بهذه الطريقة تطلع الفوق هكذا هذه الدالة تصبح بهذا الشكل اسمك اللي راه بالخضر تابعوا جيدا اللي راه بالخضر هي الدالة نتاعنا كاع اللي راه بالخضر هي دالتنا هي الدالة اف واحد معناتها اللي كان في السالب يولي موجب اللي كان في السالب يولي موجب فقط هذه هي الفكرة اللي يكون في السالب يولي موجب هكذا هذه هي الدالة معناتها هذيك اللي كانت في السالب أصبحت موجبة هكذا تابعوا جيدا الفكرة لكي تصبح واضحة هذا قاعد يمشي هذا يذهب هكذا هذا كل شيء يمشي لكي تفهموا جيدا هذا كل شيء يمشي كل شيء يمشي يبقى لنا غير الفوقاني يبقى لنا غير هذا الفوقاني هذا هكذا هذه هي القيمة المطلقة تاع اف لإكس هذه هي القيمة المطلقة تاع اف لإكس كي تكون القيمة برا هنا هكذا كي تكون القيمة برا فقط هذه هي الفكرة الآن غادي نمشيو لاف 2 اف 2 لإكس غادي نمسح ونمشي لاف 2 لإكس تابعوا جيدا كيفاش تولي عندنا اف 2 لإكس تابعوا جيدا اف 2 لي اكس راكو تلاحظوا وين عطاتنا القيمه المطلقه وين عطاوها لنا تابعوا جيدا ها هي اف 2 لي اكس تابعوني جيدا ها هي اف 2 لي اكس ها هي عطاونا القيمه المطلقه غير هنا هي القيمه المطلقه معناتها تابعوا جيدا هنا غادي نلاحظوا واحد الملاحظه مهمه هاد التمرين غادي يخليكم تعرفوا ما معنى القيمة المطلقة شوف تبعوا هنا يعطوها لنا غير هنا فقط الآن كي عطاو لنا في إكس الداخل ما عطاوناش هنا لا كون عطاو لنا هنا معناتها هنا عند القيمة المطلقة ولكن تابعوا جيدا تابعوني جيدا كي عطاو لنا القيمة المطلقة غير هنايا معناتها اف 2 لإكس تابعوا جيدا غادي نديها كاع في صفحة جديدة لكي تكون الأمور واضحة جدا كي تكون الأمور واضحة ونفهم ما معنى القيمة المطلقة تابعوا جيدا هذا هو الرسم هكذا هذه هي تابعوا جيدا الآن هنا غادي نفهمه مليح تابعوا جيدا هنا يوم أنت F2 لإكس ماذا تساوي؟ تساوي 2 هاكرهم يقولوا لنا 2 دائما موجب قيمة المطلقة تاع x 3 هكذا ناقص 3 x 2 زائد 1 هذه هي اللي راهم يطلبوها منا وتابعوني جيدا هنايا هذه راهم يقولوا لنا غير هنا تابع كون قالوا لنا هنايا قد ما تاثرناش هذه دائما موجب لخطر هنا الاس ما انت يديروا لي هنا ولا ما يديروليش غير كيف يديروا تما ولا ما يديروش غير كيف لخطر علاش نقدوا السما هذه نقدوا نديروا لها هاك علاش لخطر هنايا يديروها لي ولا ما يديروهاش غير كيف اكس راها اس 2 دائما راها موجبه دائما موجبه
معناتها نمد الاكس ناقص 1 تولي لي 1، نمد الاكس ناقص 2 تولي لي 4، نمد الاكس ناقص 3 تولي لي 9. دائما يعطيني اشاره موجبه. هو واش دار لي؟ دار لي هنايا، هنا دار لنا القيمه المطلقه. معناتها اكس كي نمد لها ناقص 1 شتولي لي؟ تولي لي تولي 1. علاش؟ لخاطر القيمه المطلقه. نعطي لها ناقص 2 تولي لي ناقص 2، تولي لي 2. نعطي لها ناقص 3 شحال تولي لي؟ تولي لي 3. نعطي لها ناقص 4 شحال تولي؟ تولي 4. دائما تولي موجبه. لخاطر علاش راهم دايرين لنا القيمه المطلقه هنا هكذا؟ داروا لنا القيمه المطلقه تما، عليها دائما تولي موجبه. هنا بغاو يديروها ولا ما يديروهاش؟ هذا دائما موجب. بغاو يديروها ولا ما يديروهاش؟ دائما موجب. وها هو الدليل، لان عندك هنا اس 2. هذه هي الفكره. اللي فهم هذه الفكره صاي، عاودوا هذه الفكره، اعيدوا الفيديو هنا سوف تفهمون الفكره. معناتها اف 2 اكس تساوي 2 قيمة المطلقة لـ x أس 3 ناقص 3 x أس 2 زائد 1. يقول لي على كيش درت لها هنا؟ لأن 2 دائما موجب، يقد يخرج من القيمة المطلقة، والأس 3 يقد يطلع. الـ x هي اللي راهم يديرون لها. الآن تابعوا جيدا، دائما كي تكون عندكم القيمة المطلقة الداخل هنايا في x، قلت لكم هنايا نقدو نديرو، هنايا نديرو القيمة المطلقة ولا ما نديروش، غير كيف كيف. لخطر هنا عندنا التربيع، كل عدد سالب يرده موجب، والقيمة المطلقة ترد لنا الموجب. ما انتهى يديروه لنا ولا ما يديروش نفس الشيء. تابعوا الآن جيدا، المشكل كي قلت لكم دائما في فيديو من الفيديوهات، قلت لكم بلي دائما كي يديروا لك القيمة المطلقة هنا الداخل هنا، معناتها نمشي نشوف هنا في محور الفواصل، نمشي نشوف هنا في محور الفواصل، في محور الفواصل وراه الموجب وراه السالب. ها هو الموجب تاع اكس وها هو السالب تاع اكس، معناتها راه يخرب لي في اكس. كي يدير لي هنايا القيمه المطلقه معناتها راه يخرب لي في ايكغ، راه يخرب لي هنا. بصح كي يدير الداخل هنايا ولا هنا ولا هنا، معناتها راه يخرب لي هنا، راه هنايا راه يقول لي ورا الموجب ورا السالب. هذه هي الفكره. بون راه دار لي هنا القيمه المطلقه الداخل، معناتها راه يخرب هنايا، هنا راه يقول لك كيش راه هدايا الدالة هنا في نهاد الجهة. هاي وين الموجب تاع إكس؟ ها هو الموجب تاع إكس، هذا كاع الموجب تاع إكس، خطر إكس راه منا. ها هو إكس، هذا هو الموجب تاع إكس. كي نكون هنا واحد إكس واحد، كي نكون هنا إكس اثنين، كي نكون هنا إكس ثلاثة موجب، كي نكون هنا إكس واحد موجب، كي نكون هنا إكس اثنين موجب، كي نكون هنا إكس ثلاثة موجب، هنايا ماذا؟ إكس ثلاثة موجب، كي نكون هنايا ماذا؟ إكس ثلاثة. هذا هو الموجب تاع إكس، معنتها راني نخرب الداخل. معنتها هذه هنايا ما عنديش بروبليم فيها، هنا الداله تقعد كيما راها، خطرها في الاشاره الموجبه. معنتها الداله هنا تصبح هكذا نفسها، هكذا الداله كاع ما تخربش فيها. دائما هذه هي الفكره، كي يدير لك اكس هي اللي يدير لها القيمه المطلقه، دائما الداله من الجهه هكذا ما يكونش فيها مشكل. هكذا هنا ما كانش مشكل في اكس، في الدالة ما كانش مشكل، هكذا الدالة هنايا ما كانش حتى مشكل، هكذا. الآن في الجهة هذه هنايا إكس راها سالبة، هنايا تعطيني ناقص واحد، هنا تعطيني ناقص واحد، هنا تعطيني ناقص واحد، هنا تعطيني ناقص اثنين، ناقص اثنين، هنا راها سالبة. هنا الإشكال، هنا الإشكال. تابعوا جيدا، وكان نمد الإكس ناقص واحد، تابعوا جيدا، وكان نمد الإكس ناقص واحد، ماذا تصبح لدينا؟ تصبح لدينا اثنان في ناقص واحد، عفوا اثنان القيمة المطلقة، اثنان ناقص واحد، شوفوا تبعوا مليح، ناقص واحد ناقص ثلاثة في ناقص واحد أس اثنين هكذا زائد واحد. هنا عليها قلت لكم يمدوا لكم هنا القيمة المطلقة ولا ما يدوا لكمش، غير كيف كيف. لخطر عندك التربيع والقيمة المطلقة غير كيف كيف. ماذا تساوي؟ تساوي القيمة هنا أس 3 ناقص 1، القيمة المطلقة نتاعها هي 1، 2 في 1 أس 3 ها ناقص 3، ناقص 3 ناقص 1 أس 2 هي 1 ها زائد 1. واش تولي لي؟ تولي لي 2 في 1 أس 3 هي 2 ناقص 3 زائد 1. كم تعطي لنا؟ ناقص 1 زائد 1 تعطي لنا الصفر. كي عطيت لها ناقص 1 شحال عطاتني؟ عطاتني الصفر. كاتت لها ناقص واحد عطتني الصفر. معناتها هنا كي نعطي لها ناقص واحد شحال تعطيني الصفر؟ هاي النقطة الأولى، ناقص واحد عطتني الصفر. ألا تلاحظون شيئا؟
عطيت لها ناقص واحد عطتني الصفر. لاحظوا هنا يا معايا جيدا، لاحظوا جيدا قبيلات، كعطيت لها واحد شحال عطتني؟ عطتني الصفر. معناتها حتى كي نعطي لها واحد شحال تعطيني؟ كون نعطي لها واحد تعطيني الصفر. معناتها واش جبرت؟ جبرت اف لي ناقص واحد تساوي الصفر، وجبرت قبيلات باللي اف لي واحد تساوي الصفر. تابعوا جيدا، عطيت لها واحد ولا واحد ولا ناقص واحد غير كيف كيف. نمدوا لها مثلا، يلا تبعوا معايا هنايا، نمدوا لها مثلا اثنان، نمدوا لها اثنان وناقص اثنان، نحسبوا اف لي اثنان، اف لي ناقص اثنان، اف لي ناقص اثنان. تابعوا جيدا، واش تولي؟ تولي اثنين القيمة المطلقة ناقص اثنان أس ثلاثة، ناقص ثلاثة ناقص اثنان أس اثنين زائد واحد. هنايا راني نمد لكم غير باش تعرفوا الفكرة، لأنها بالأمثلة تفهموا واش راني ندير. ناقص اثنان القيمة المطلقة تاع ناقص اثنان هي اثنان، ناقص ثلاثة عاودك ناقص اثنين أس اثنين شحال؟ أربعة زائد واحد. شوفوا واش تحصلت، على مدى تحصلت. الآن تبعوني مليح كون نحسب اف لاثنين، اف اثنين، شوفوا واش نجبر. اثنين اف لاثنين، اثنين القيمة المطلقة أس ثلاثة، هذه أس ثلاثة هنا، ناقص ثلاثة اثنين أس اثنين، هكذا اثنين أس اثنين زائد واحد. ماذا تصبح لدينا؟ اثنان القيمة المطلقة تاع اثنان تقعد اثنين أس ثلاثة، ناقص ثلاثة اثنين أس اثنين هي أربعة، هكذا زائد واحد. تابعوا معي، تابعوا معي في ماذا ننظر. شوفوا هذه وشوفوا هذه، أليست هي نفسها؟ نفسها. كن نحسب هنايا، نجبر نفس العدد اللي يخرج لي هنا هو نفسه اللي هنايا. عاودك كن نحسب اف لناقص ثلاثة ونحسب اف لثلاثة، نجبرهم نفس العدد، نجبر هنا ا نجبر هنا ا. عاودك نحسب اف ناقص ربعة ونحسب اف لربعة، غادي تخرج لي لا جبرت هنا بي غادي تخرج لي هنا بي. معناتها دائما دائما السالب يكون متناظر بالنسبة للموجب. معناتها كي مديت لها واحد عطتني صفر، كي عطيت لها ناقص واحد عطتني صفر، كي عطيت لها اثنين عطتني هاد القيمة، كي عطيت لها ناقص اثنين تعطيني هاد القيمة، هي نفسها. عطيت لها نقص، عطيت لها 2 عطتني مثلا هنا هاد القيمه هادي هنا، كي عطيت لها نقص 2 نفس القيمه هنا هكذا، عفوا هذه هكذا. عطيت لها مثلا 1 ونصف، عطيت لها 1 ونصف عطتني هاد القيمه، نعطي لها نقص 1 ونصف، نقص 1 ونصف تعطيني نفس القيمه، نفس القيمه هكذا، نفس القيمه. اي نقطه نعطيها منايا تخرج لي متناظره بالنسبه الى محور الفواصل، من بالنسبه الى محور التراتب. معناتها الداله تصبح لدي بهذا الشكل، هذا الشكل تكون متناظره على محور التراتب. هذه تكون نظيرتها نفسها، واحد تكون نظيره تاعها نفسها، هذه تكون نظيرتها هذه، كل نقطه تكون نظيرتها هكذا، وهنا تصعد هكذا هكذا. هذه هي اف 2، هذه اف 2، هذه اف 2، تكون متناظره بالنسبه الى محور. شوفوا دائما كي يعطيو لكم القيمه المطلقه الداخل هنا دائما تجي متناظرة، تولي زوجية، الدالة زوجية. كون نحسب اف دي ناقص اكس نجبروها اف لي اكس، دائما تعطينا دالة زوجية. ولكن شو هما عطاونا هذه كي شغل كي الفخ، عطاونا هنا القيمة المطلقة، شوفوا هنا القيمة المطلقة ما عطاوهالناش هنا، بصح كون قاع يعطيوهالنا غير كيف كيف، لاخاطر هنا عندي اس 2، اس 2 غادي القيمة المطلقة تعطيني الموجب والاس 2 يعطيني الموجب. معناتها يديروها لنا ولا ما يديروها لناش غير كيف كيف. معناتها هو بصريح العبارة هو يقول لك حسب لي هادي هاكا، ودائما كي يقول لك حسب لي هادي اكس، هذه اكس تعرف بلي الدالة راها متناظرة بالنسبة الى محور التراتب. هذه هي الفكرة، وهكذا قد انتهينا من حل هذا التمرين بالقيمة المطلقة.